أيها الإخوة والأخوات، أخبر حادو أولا له منهج أونلاين إذا إليس قد بيان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله حين صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عين صدر والنبي يضع فضل بضناء محمد رسول الله. الله حجره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يدوى وقفض لبضناء إساق أيالا قختمي رسول كدن بي يا نبي كدن بي أدبدي للصدر يا مشره واجبنا وحاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرمائيه نبي يدى إلهي أردن لوض الرمائيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم للراع العطيعه. الله حجري أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي رسولك أطيعه. وحو الله يري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله حين أمره وحيك إنا نراعنه. وحو الله يري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحلين وقدق خلافك رسولك صلى الله عليه وسلم لخلافه يا لين وقدق. وحلين أمره إن شرعك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه ليمي إنه نكو عمل فالله إساق إسكو حكونه إساق وحكون دونانه إساق الرعنه. الله وحجره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحو الله يري وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحو الله يري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هداته إن قال إلهي تعال أنك إراعة كدب الله كل نبي صلى الله عليه وسلم أحد كتل هذا أنك إراعة هذا إراعة دان الله هو إذن شعلان يدن بيدنا ودافيا. آيات بعض السلف وحيكم قعابي كرين آية المحنة آية امتحانك أوحي لهذين ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. تدبا وحي الشيكتين شعيل كاي الله شعليهين مركا سائل هاي وحكو امتحاني آيات دانا يكو امتحاني مركا وحا عضينا اياه شعيل كالله لشعليه هاي والراعتان كالنبي صلى الله عليه وسلم للراعي هدي النبي للراع وشعيل كواج شراء هدا النبي صلى الله عليه وسلم للراعينا شعيل كمجرو مركا شعيل كالله لشعلان اياه وحا عضينا اياه راعتان كرسولك صلى الله عليه وسلم للراعي انو روحوا الهي شعلاده ايين الى هاي الروح شعلادنا لبدا وحسي مهم سن إن إلهي أدون كتشعلا دا سي مهم سن. وفي بعض السلف إلى هذين ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب مهمة دوين معها أدوين أضى الله تشعلاته لكن مهمة دوين وإن الله كتشعلا ده راعتان كرسولك صلى الله عليه وسلم للراعي وحلوش إذا كرية كل إن لقى الراعه وحق قلبك يا باطن كان لقى الراعه حق موقال كسرنا لقى الراعه أطيع راهيضة هيا أطيع فعل لضة هيا دي وحلقة تغيو أي تاي مدوالبا أطيع تانك رسولك صلى الله عليه وسلم لا أطيع هدي سيدا ما يسترن لوغة تيستوى رسولك وحبال لغو أطيعين وحين غني سمركا قالمو. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله وحكوش يا قي توليغا أما تيستيغا لغة تيستطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم إني قالمتاي وحنا لغة الماميا ومركا أصل كي إيمانك أن لغو أطيعين وأن للا إيمانين أصل كي إيمانك با مركا وحي نغنيسا إن طاعد يسيدا ما يسترن لغة جيسي مركا نجعل لما نغنيس رسولك صلى الله عليه وسلم هذه طاعة دون طاعة لولي ماده وأصل كدين تي إيمانك لغو أطيعه لكن واجباتك محرماتك وحكم إذا أن لغو أطيعين في علاهان أن لغو أطيعي واجباتك محرماتك وحكم إذا وواجب في واجب لمن لو اعتقادي حارانتنا حاران لمن لو اعتقاديه هيا شيء فعل كواجبات كغار للصمينا يا أن لا إيمانين محرمات كغار كود تجست اللي جت جينا أن لا إيمانين واللي جت جين لكن بعض المحرمات اللي قدعه أما بعض الواجبات اللي جت جو هيا شيء أصل في إيمان هي توحيد كلا لي ما دو مركا وحين نقول اتباع دون اتباع
يعني اتباع كسوكية اتباع كامل كاية دمائس كترنا اما اتباع واجب كاية اتباع كسوكية ايو نغنية روحا سنة وحو نغنية من اهل الوعيد او وحو نغنية يعني انعقاب لوغو قودية ايو نغنية لكن اصل كاتباع واليمي كمال كيسي واجب كهبان ولكن لا امنن مركا وحوية فاسقين توكل النوع وي يعني فساق المسلمين يعني نوع اتباع واليمي دي النوع نواكتاقين سساودد ومن اهل الوعيد وحي كتشران ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيكوه السران فاعتانك رسولك صلى الله عليه وسلم للراعي وشيء عدينا أي شعيلك الله لتعليه رسولك سنة صلى الله عليه وسلم لتعليه سلا عيدا نصر شيقنا بأي تلمام إسراف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم شاعرك وكيقاتي معناها إن راعتانك يهي وحي مركا شعيلك عدينا أي أو وحو يليه تعصي الإله وأنت تظهر حبه لعمري إن ذلك في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كعد تعلي عد تعلي هاي وأطع رسولك صلى الله عليه وسلم وحواجب إلا الشعر هذا بن آدم ككل أردن إن رسولك الله قد شعل بطول الله قد شعل هذا واجبة وأتو النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين نبي قوحر صلى الله عليه وسلم اتكيم الرومين أيو إلا هو أنك إغتش على هذا والد دديس يا أبت كيس يا دتكور دنب إلا هو إغتش على هذا أنك إغتش على البطو متكين من الرومين أيا رسول قوحر صلى الله عليه وسلم إيمانك لن فينا يا أمل الدين أيا وإيمانك واجبك ما كمال كيس واجبك أوي لا يؤمن أحدكم وحلو غتش إذا إيمان كاملة أيان الرومينين كمال كان وحلوغة جيدة كمال الروح واجب كوئها كمال الصناء اللوغة مجيدة بعض أهل البدع وحيكون فصيران لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن لوغة جيدة كمال الصناء لكن تفسير كالنوع عاسي وغلط سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل علم المحققين أي عديين ووحاول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وحي الأهلين إيمان كستا أو كتاب كقرآن كأي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدوه دل قلنا فيه أو لقو ديده أو لا يلاذا إيمان مرها عداسي لبا الشيء مدبا لو شيرا مواضيع دقار وحلوغة شيرا وقال والنوع مواضيع دقار كوديا نصوص دقار كودنا وحلوغة شيرا الرومين ما إيوه إيمان كي واجب كابا لقهلين بمعنى شيء واجب كتغي سساود ومعرض للعقوبة أو حلقات الماما يروح سوى مذنب أما وعاصن وحان وبندقان يهي عقاب لكن لوغم اتشهد مرنبا كمال مستحب مرنبا لوغم اتشهدو هذا لم يقع في كلام الله ولا في كلام رسوله شيخ الاسلام ابن تيمية وحو يريه ايمان انتلنا فيه قول له الهو مر مين يعداسي ان كمال مستحب مراد كو يهي هذا الكي لهي هذا الكرسول صلى الله عليه وسلم مرنبكم عدعين سساودت نصوص الشيخ ايسا لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ايوه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يلا إيمان لمن لا أمانة له يعني إيمان ملك كان أمان له أما مر مين أيه كان درس كيس كبد بادين دبتيسة أما مر مين أيه كان مرك ولالك لش على نوح نفسي سلش عليه أما مر مين أيه كان أنيق يقش على ذات كوردن أي رسولك صلى الله عليه وسلم ضمان وحلوغة شيدا يعني كمال كي واجب كابلوغة شيدا وبمعنى عدة عصيان أم الذنب بيكون شرتابا لقدت الماما يوانا معرض للعقوبة نفيه إيمانك لنفينا أيو بعض أهل العلم وحيكون دارين من كبائر الذنوب الشيخ عبد الرحمن بن حسن سلو كسر أرورنا أيو كتاب كيس فتح المجيد كأيو وغيره من أهل العلم بمركة أيوت المامين شعيلك رسولك صلى الله عليه وسلم لكعلان أيو أصل المحبة إلا هلا إيمانك وحيؤته إلا كما مارمان سساود روح رسولك صلى الله عليه وسلم كعلان وحن نغنى يا قال أي نغنى يا رسولك أدلة شعلان ويا أم رسولك صلى الله عليه وسلم لنعه وقال لمه قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم شيء شرعي كم إذا روحها دون نعه أو كراهي يستوه إله إذا عمل كيس بورينا إياه وعمل كوردن وذا بوريانا وحي علماء ذو إله دين وحد شراه قال لمه وحي قال لمه كسوكيا وحد عكرت عمل الله وحكم إذا إني بوريسا لكن عمل كردن إني وذا بوريسا ما دعكرته آيات متعددة كسو أروري وح عمل كردن ما وذا بورينا يا إنو قال لمي يهي والله وحي لي ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين
مركب قال لماذا إني عملك وذبوريسو أي الله نوشاقي وعكر الله يري ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وعكر الله يري ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وعكر الله يري ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة مركا روح رسولك صلى الله عليه وسلم تعالى وايا أما رسولك النعى روح سوى كافر بالله أصل كمحبة هدي لوايا تعايلك وقال لهم هدي أصل كي تعايلك يا محبة وشرته هيا شي كمال كيدي لما يسترن كيدي لوايا الروح رسولك صلى الله عليه وسلم وتعاليه لكن رسولك كما تعالى أنم بشرك أردن أو ما تعايل بضن رسولك أو ما تعايل بضن بشرك قال أنك تعالى مباشرة حالك وحون نغنيا إنه عاصيي وعصيان كتره أي نغنيا سأساوذي حديث كان مركو النبي صلى الله عليه وسلم شاقي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين روحوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله تذكر نوى كاتشعله أدان كوتشعي البضن هاي موياني نفطي له وحو رسولك صلى الله عليه وسلم كيري إلى ذانيك إقاتشعلات النفط هذا وانيك إيتشعي البضته إيمانك كاملك وحباو دمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحيري يا رسول الله حتى نفطي إذا هدى كاتش على هيبور وهذه كان كوتش عيل بطنة وحو النبي وكوري صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني إيمانك إلا الربي كاملكها يعني هدى لها ري عمره